سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل ينظر هل هذا الصحابي من أكابر الصحابة ومشاهير الصحابة أم من الصحابة غير مشهورين؟ هل يختلف الحكم؟ إن كان سب الصحابة من أجل دينهم فهذا كفر بالله، وإن كان سب الصحابة ليس من أجل الدين ولكن لبعض المواقف التي لبست ودلست فهذا خطر على الدين، ولابد الإنسان أن يستبطن خب الصحابة ونصرة الصحابة وأن يعف لسانه أن يخوض فيما لا ينبغي أن يخوض فيه.